تعالوا بقى نتفرج بقى مع بعض، نشوف حاجة مفاجأة حلوة جدا، نرجع تاني نكمل. طيب رجعنا لكم مرة تانية ومنورة الدنيا معانا الفنانة القدير عايدة رياض. شفنا دلوقتي مقطع كده صغير من الرقص الشعبي الجميل اللي قدمتيه على المسرح. الله عليك. افتكري كده معانا الذكريات، وبقى الوقت ده الرقص ده كان بيمثلك ايه في حياتك بقى، غير ان انت طبعا بتروحي بتعملي حاجة انت اتدربتي عليها من وانت صغيرة. الرقص ده يعني هو رياضة، يعني انا بعتبر الرقص ده اصلا كنت بطلة جمباز، يعني الحركات الجسمانيه والرياضه انا بعتبرها بالنسبه لها ترجمه للرياضه يعني. بس انت في الفصل بتقولي ان انت ما عندكيش ما عندكيش الفيديوهات دي. ما عنديش فعلا، ما موجوده في التلفزيون بقى خلاص. بصي بقى، البموتيه دي اول تعارف بيني وبين الجمهور على المسرح. اول مره خلص. اول تعارف قبل ما امثل، الناس حبتني من دي وعرفتني من البموتيه دي، والى الان يعني شوفي الشغل والحاجات اللي عملته دي كلها حاجه الناس لسه فاكراها. والبمبوطيه دي ما بقابل مثلا تكون في سوبر ماركت بشتري حاجات كده، ان الناس اللي يقابلوني يقولوا لي عايده البمبوطيه يا حد دلوقتي. مش بيقولوا لي سينما ايه عملتي فيلم، ابدا. البمبوطيه ما زال والى الان ارتباطهم بيا بالبمبوطيه. البمبوطيه دي كانت بصي اصلها رقصه جميله قوي وفيها حركات جميله والموسيقى حلوه، والمصمم طبعا الفنان الجميل الاستاذ كمال نعيم ده الله يرحمه، ده كان مصمم كل رقصات الفنان الجميل سعاد حسني، وكان ليه يعني الله يرحمه. الله يرحمه.